أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام على من غسله دم وشيبه قطن ونسج الريح والقنا الخطي نعش. السلام على الخد التريب. السلام على السلام على خامس أصحاب الكساء. السلام على المغسلين بالدماء. ما للأحبة لا يؤون خلانا هلا دروا أننا حانت منايانا فهل بدا من محبين بعد فرقتهم فهل بدا من محب يوم فرقتهم ذنب لذاك استحقوا منه لذاك استحقوا فيه هجرانا ما هاجني حبهم يوما وما ذرفت عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا. إذا ما الذي أجرى دموعك؟ ما الذي أجرى هذه الدموع؟ قال: لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول ثياب الحب ألوانا هيجت يا شهر ما في القلب من شجن هيجت يا شهر. ترى في هذه اليوم في هذه الليلة قلوب المؤمنين متصدعة قلوب المؤمنين متفطر على مصاب أبي عبد الله. هيجت يا شهر ما في القلب من شجني ففيك أضحى رسول الله ثكلانا
الطهر أضحت فيك ثاكلة. عظم الله لك الأجر سيدتي ومولاتي. والبضعة الزهوى والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلة، تعدد الشجو ألوانا فألوانا. تقول من الوالدة من الوالدة والقلب لهفا ودوي يرعى زبني. وين ما جان ما جان ما جان جسم طريح وما له جفان. اي والله ولعبت عليه الخيل ميدا. اريدك تتصور بقلبك حال فاطمة سلام الله عليها. تقول من الوالد يا حسين يا ابني يا ابني يا ريت ذباحك ذبحني. يا والله اسعدني على ابني. تحبني تتحمل هاي الأبيات أو لا. تقول من الوالدة من الوالدة المذبوح ابنه وطول الدهر مايك الحزنها يا مصيبة ويشيب الطفل منها. 70 جثة بدور جنه جنه بالمعركة ما حد فنه. يا وزينب مش الحادة بضعنها، لكن عندها طلب سلام الله عليها تلبي طلبها هاي الليلة. تقول وين اللي ساعدني بدمعتي على ابن الذي حز ورقبته وظلت 3 أيام جثته ولاه يا ابن ما حضرت يا وما غسلت جسمه. أسألكم سؤال، تشوفون الزهراء بقلوبكم أم لا؟ كأني بها في هذا المجلس تنادي إلا من واحد الواحد بوسط الماتم تدور بلبس السواد مبرقعة والقلب مفطور وتصيح يا شيعة نحلني شهر أنستني يسقطي جنيني ذبحة حسين. الله سلام الله عليك سيدتي ومولاتي. تقول منهم بسامرة ومنهم في خرى ومنهم برض طيبة ومنهم برض كور، لكن وعظم مصيبة المذبوح عطش
حسين واخوانه واحزني على الله الله كأني بها لابسة السواد تقول أبجي على أولادي ذبايح يوم عاش وأنا نصبت الحزين لهم وسط القبور إلا أبجي على أولادي ذبايح يوم عاش وأنا نصبت العزاء لهم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وعظم علي لا نعنى ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وهو المعزى سلام وتعجيل فرجه الشريف. ارفعوا اصواتكم بالصلاه على محمد وآل محمد. هذه العشرة تعد ساحة من ساحات الرشد والكمال، من أفضل ساحات الرشد والكمال عشرة محرم الحرام. لهذه العشرة آداب، آداب ظاهرية وآداب باطنية. الآداب الظاهرية ولله الحمد يحرص المؤمنون على الإتيان بها، ولا بد من التأكيد عليها. الآداب الظاهرية في هذه العشرة وفي موسم محرم نعني بها هذه الشعائر: اللطم، البكاء، المأتم، الموكب، المرسم الحسيني وغيرها من الشعائر الحسينية التي يدأب المؤمنون على إقامتها، ولا بد من التأكيد عليها والحرص عليها. إلا أن المؤمن الكيس لا يكتفي فقط وفقط بالآداب الظاهرية، بل هناك آداب معنوية يجب الحرص عليها أيضا، ليستفتح المؤمن من خلالها خزائن رحمة الله في هذه الأيام. هذه الأيام فيها من الرحمة الكثير، هذا قلت في بداية حديثي
هي من أفضل ساحات الرشد والكمال، وعشرة أيام كثير للانفتاح وللوصول إلى الرشد والكمال لا يحتاج الإنسان عشرة أيام، دقائق معدودة يقضيها الإنسان المؤمن بصدق وإخلاص مع الحسين توصله إلى الكمال والرشد. الحر بن يزيد الرياحي مثال، من التحق بالحسين يوم عاشوراء شاهد ونموذج رائع جدا على ما أقول. أبو الحتوف العجلاني، مو ذاك أبو الحتوف لعنة الله عليه الذي رمى الحسين، لا، أبو الحتوف بن الحارث العجلاني وأخوه سعد، هذان انتقلا من معسكر ابن سعد إلى معسكر الحسين سلام الله عليه. يوم عاشوراء لما سمع مخيمات الحسين تضج ببكاء الأطفال وعويل النساء وهم ينادون العطش العطش، انقلبوا إلى الحسين. ويا سبحان الله، أبو الحتوف هذا كان من الخوارج، خرج لقتال الحسين سلام الله عليه، ولكن لحظات من الانفتاح الصادق على قضية الحسين حولت هذا الإنسان. فهناك إذن خزائن من الرحمة في هذه الأيام. كيف نستفتح هذه الخزائن؟ أول المفاتيح هي الإحساسات التي يجب أن يعيشها المؤمن وهو يستقبل هذه العشرة. المؤمن كيف يستقبل هذه العشرة؟ بأي إحساس؟ الإحساس الأول الإحساس بالحزن العميق على مصاب أبي عبد الله الحسين، وهذا الإحساس أكدته الروايات، أكدته النصوص كثيرا. يكفي إطلالة سريعة على زيارات أبي عبد الله الحسين سواء المطلقة أو الخاصة، تقفون على عشرات الشواهد، عشرات العبارات التي تهيئ قلب المؤمن لاستشعار الحزن على مصاب الحسين، لأن هذا واحد من الأحاسيس المهمة جدا التي يجب أن يعيشها المؤمن وهو يعيش هذه العشرة. ولكن هل هذا الإحساس لوحده كاف؟ أقول لا، هناك أحاسيس أخرى. الإحساس الثاني ضرورة الارتباط بصاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. هذه الأيام أيام إحياء ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين، ذكرى قضية الحسين سلام الله عليه، والإمام صاحب العصر قضيته قضية جده، أليس هو الآخذ بثأر جده؟ أليس هو المنتقم لدم جده؟ طبعا الثأر هنا ليس المقصود منه الثأر الشخصي، إنما الثأر الحضاري كما تعلم. انتقام هنا مو انتقام شخصي وإنما انتقام حضاري. قضية الإمام سلام الله عليه صاحب العصر لا يمكن أن تفصل بأي وجه من الوجوه عن قضية جده الحسين، فهي الثمرة الطيبة، الثمرة الطيبة لحركة جده الحسين سلام الله عليه. ولذلك تجدون في زيارة عاشوراء في موضعين إشارة إلى هذه المسألة. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد. هذا مقطع. المقطع الآخر في نفس الزيارة،
وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق. شوف زيارة عاشوراء، تلك الزيارة التي هي كما تعلمون من في الفضل والشأن والمنزلة، بحيث لا يستطيع المتحدث أن يتحدث عنها. زيارة عاشوراء المروية عن إمامنا الباقر سلام الله عليه هي حديث قدسي. زيارة عاشوراء حديث قدسي، فيها أسرار هذه الزيارة، يدأب المؤمنون على قراءتها مو فقط في يوم عاشوراء، بعض المؤمنين يدأب على قراءتها في كل يوم، فيقرأ من الآثار الطيبة الكثيرة الكثيرة في هذه الزيارة التي تصف لنا مأساة واقعة الطرف، عظم مصيبة الحسين سلام الله عليه، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. في موضعين منها نقف على ارتباط قضية الإمام سلام الله عليه، الإمام صاحب العصر، بقضية جده الحسين. فمن المعيب إذن أن يعيش المؤمن خالي الذهن خالي الإحساس من وجود إمامه والارتباط به صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد أن نعمق الصلة بيننا وبينه. وأنا أستغرب من المؤمنين، يعني أحيانا ألاحظ أقرأ ما كتبوه وعلقوه مثلا في الطرقات في الأماكن في الحسينيات، لا أجد ذكرا للإمام صاحب العصر والزمان إلا قليل جدا. عجيب، هل هذه غفلة؟ لابد أن نعمق الصلة به، لابد ننشر ثقافة الارتباط به من خلال أيام عاشوراء. شكد جميل المؤمن حينما يلحظ بعض العبارات التي تربطه بالإمام صاحب العصر والزمان وبقضية جده الحسين سلام الله عليه. هذا واحد من الأحاسيس المهمة التي يجب أن يعيشها المؤمن وهو يستقبل هذا الشهر. الإحساس الثالث من الأحاسيس التي يجب أن يعيشها المؤمن وهو يستقبل هذا الشهر هذا الموسم، الإحساس برفض الظلم والظالمين. قضية الحسين قضية قائمة على أساس رفض الظلم بجميع أشكاله. هذا الإحساس أيضا يعيشه المؤمن من خلال استذكار ما جرى على الحسين سلام الله. من الأحاسيس المهمة التي يجب أن يعيشها المؤمن وهو يعيش أجواء هذا الشهر المبارك، شهر فيه من رحمة الله خزائن وخزائن. لابد أن ينفتح هذا المؤمن على الدروس والمضامين العالية التي تكتنف هذه القضية، قضية الحسين. قضية الحسين عجيب، لن تجد قضية في التاريخ وحادثة في التاريخ كحادثة وقضية عاشوراء. عاشوراء استثناء، ولا أنحى منحى المبالغة في التعبير، تعبيري محمول على نحو الحقيقة مو مجاز أو استعارة. حينما أقول عاشوراء حادثة فريدة من نوعها أحدثكم على نحو الحقيقة مو على نحو المجاز أو المبالغة أو الاستعارة. سويعات قليلة ولكنها من حيث العطاء من حيث المضمون من حيث الكنوز ما لا يمكن لهذا الإنسان أن يقف على حد له. عاشوراء مو أيام، عاشوراء سويعات. يوم عاشوراء ضحى ابتدأت المعركة،
بعد صلاة العصر بساعة انتهت المعركة. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يخاطب أحد أصحابه ويسأله ذلك الرجل عن صوم يوم عاشوراء، فيقول له: لا تصمه كملا، وليكن إفطارك، يعني مو صوم وإنما إمساك، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة، وليكن إفطارك على شربة من الماء بعد صلاة العصر بساعة، فإنها الساعة التي تجلت فيها الهيجاء عن آل الرسول. شوف، هاي الساعة خلاص انقضت فيها عاشوراء. إذن عاشوراء سويعات، ولكن إذا تأملنا في هذه السويعات نجدها تختزل لنا التاريخ بأكمله، تاريخ البشرية بأكمله مختزل في هذه السويعات. لذلك يقول أحد العلماء الأعلام: إذا أردت دراسة التاريخ لاستخراج سنن التاريخ فعليك أن تأخذ عاشوراء، السويعات تكفيك. عاشوراء عينة ممثلة، كما يعبر، عينة ممثلة تمثل جميع خصائص التاريخ. شايف العلماء، علماء الطبيعة، إذا أرادوا دراسة خصائص بعض الأشياء في عالم الطبيعة، مثلا أراد عالم من علماء الأحياء والطبيعة أن يدرس خصائص بحر المحيط، ماذا يصنع؟ يأتي ببحر المحيط جميعا إلى المختبر؟ ما ممكن، مستحيل. فماذا يصنع؟ يأخذ عينة ويتوخى أن تكون تلك العينة ممثلة، يعني يأخذ عينة بسيطة، لكن مو أي عينة، ينتخب تلك العينة بدقة حتى تكون ممثلة فيها جميع خصائص مياه البحر المحيط، يأتي بها إلى المختبر، يعرضها للفحص الدقيق ويستخرج لنا الخصائص. شوف تاريخ البشرية من آدم إلى يومك الحاضر مليء بالدروس، مليء بالعبار، مليء بالسنن، مليء بالخصائص التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها وهو في أمس الحاجة إلى معرفتها. زين، كيف يصنع هذا العالم؟ يدرس التاريخ من آدم سلام الله عليه إلى هذا اليوم، يوم بعد يوم، ما ممكن، عمر الإنسان أصلا ما يسمح له أن يدرس التاريخ بمثل هذا الاتساع. فماذا يصنع العلماء؟ يأخذون عينات من التاريخ، أفضل عينة يمكن الوقوف من خلالها على جميع خصائص تاريخ الإنسان وسنن الله عز وجل في الحياة، هي عاشوراء. فيها من الدروس الكثير الكثير، وسأتحدث إن شاء الله في بعض ليالي هذا الشهر المبارك، في بعض ليالي العشرة، عن بعض هذه الدروس المستقاة من ثورة الحسين سلام، لكن فقط أشير في هذه الدقائق المتبقية إلى مسألة جسدها الحسين سلام الله عليه خير تجسيد يوم عاشوراء، وهي مسألة السلوك إلى الله عز وجل من خلال الابتلاء. أهل العرفان عندهم مسالك متعددة، مسالك متعددة، طرق مختلفة للوصول إلى الله عز وجل. طريق المعروف المشهور أن يفرغ هذا العابد، أن يفرغ هذا العارف نفسه للعبادة، رياضات خاصة، عبادات يقضي ردحا من الزمن في العبادة حتى يصل إلى تلك المرتبة، مرتبة الرشد والكمال. هذا طريق، لكن هل هو الطريق الوحيد؟ لا، هناك طريق الابتلاء. شوف، بواسطة الابتلاء يصل الإنسان إلى مراتب قد لا يمكنه الوصول إليها من خلال التفرغ للعبادة.
ما ممكن الوصول إليه، لأن طريق الابتلاء من الطرق التي توصل الإنسان إلى مراتب رفيعة جدا، لكن شريطة التعامل الصحيح مع حالات الابتلاء. حسين سلام الله عليه استنزل رحمة الله الواسعة من خلال موقفه تجاه الابتلاء الذي تعرض له، ونشر الرحمة بأيدينا. شوف، هناك رحمة لا يمكن الوصول إليها، لا أنا أستطيع أن أصل إليها ولا أنت تستطيع أن تصل إليها، نحتاج للوصول إليها إلى واسطة اسمه واسطة فيه. الآن مثلا الوحي، رحمة الوحي، نعمة الوحي، هل يمكن أن أصل إليها أنا؟ أبدا. هل يمكنك الوصول إليها؟ أبدا. إذن تحتاج إلى واسطة، وهم الأنبياء والرسل. الرسول يستنزل تلك الرحمة فيجعلها بأيدي الناس حتى يستفيدون من هذه الرحمة، ولولاه لما نزلت تلك الرحمة. الحسين سلام الله عليه استنزل رحمة الله. يقول واحد من الأعلام: عاشوراء ليلة القدر، ولكن ليلة قدر نزول القرآن الناطق. عندنا ليلة القدر في شهر رمضان، ليلة نزول القرآن الصامت. نزول يعني وصول، القرآن وصل، نزل على قلب رسول الله، وصل إلى الناس، ورسول الله بعد ذلك ينشر هي الرحمة. النزول مقصود به الوصول. هذا القرآن الصامت نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، أما القرآن الناطق فنزل يوم عاشوراء. ولولا الحسين سلام الله عليه لما وصلتنا رحمة القرآن الناطق. تدري لولا الحسين لبقى هذا القرآن الصامت فقط، كتاب فيه رسم الآيات لا يعمل به، فقط دستور بين دفتين مكتوب مسطور في صفحات، ولكن الناس لا يستفيدون منه، لا يعملون به، ولكن الحسين سلام الله عليه جعل الناس يعملون بمضامين القرآن الكريم، فاستنزل القرآن الناطق بدمه. شوفوا، هناك رحمة يستنزلها العبد من خلال الصبر على الابتلاء، ولكن هذه الرحمة محدودة تشمل فقط وفقط الصابر، لكن هناك قسم آخر من الرحمة يستنزله العبد من خلال الصبر على الابتلاء، بل من خلال الشكر على الابتلاء، فتكون تلك الرحمة عامة شاملة، مو فقط خصوص هذا الإنسان الصابر أو الشاكر. الحسين من القسم الثاني، الحسين مو فقط صبر، الحسين شكر على الابتلاء. إذا تراجعون كتب السيرة والتاريخ تشوفون بوضوح الحسين كان يلهج بذكر الله، يلهج بشكر الله عز وجل في أوج المصاب. وهي ثقافة أراد الأئمة سلام الله عليه عليهم أن يعلمونا إياهم. ارجعوا مثلا إلى السجود، سجود زيارة عاشوراء: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. هذا شكر لله عز وجل في المصيبة. شوف، بواسطة الشكر استنزل الحسين الرحمة. وهكذا هم أولياء الله، هكذا هم أولياء الله. يوسف الصديق كما في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق كان يتحدث عن ابتلاءات يوسف الصديق حينما ألقوا في غيابات الجوب، بعد ذلك انتقل إلى بيت العزيز وعاش
عبدا، بعد ذلك ينتقل إلى السجن، يتعرض الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الرواية إلى ابتلاءات يوسف الصديق سلام الله عليه. بعد ذلك ماذا يقول الإمام؟ هاي وضع الشاهد، صبر يوسف صبر، يقول فأرسله ورحم به أمة. شوف الرحمة ما نزلت فقط وفقط على يوسف، رحمة نزلت على الأمة بأسرها، أمة يوسف. إذا كان يوسف من خلال صبره على هذه الابتلاءات استنزل الرحمة الإلهية التي شملت الأمة بأسرها، أسألكم سؤال، ألا يستنزل الحسين الرحمة الواسعة التي تشمل العالمين حينما صبر على تلك الابتلاءات العظيمة وشكر لله؟ مو فقط صبر، شكر. وأين ابتلاءات يوسف من ابتلاءات الحسين سلام الله عليه؟ رسول الله يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. مصيبة الحسين مصيبة عظيمة، أبكت أهل الأرض وأهل السماء، أبكت حتى الجماد، ما رفع حجر ولا مدر إلا ورأوا تحته دما عبيطا. في الرواية التي تروى عن الأئمة سلام الله عليه، إن السماء أمطرت دما عبيطا يوم شهادة الحسين. السماء بكت على الحسين دما، السماء تبكي دما على الحسين. مصيبة الحسين مو مصيبة هينة، مصيبة الحسين مصيبة عظيمة جدا. ولذلك إمامنا صاحب العصر وهو المعزى بأبيه وأمي، عظم الله لك الأجر سيدي ومولاه، يبكي دما على جده الحسين في زيارة الناحية. حتما قرأتم زيارة الناحية، يخاطب جده الحسين بذلك الخطاب يقطع به القلوب سلام الله عليه، يقول ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأبكين عليك بدل الدموع دما. رحمة الله على ملا علي اليزدي، واحد من العرفاء الكبار، يقول رأيت الإمام المنتظر في عالم الرؤيا، سألته سيدي في زيارة الناحية نقرأ هذه العبارة ولأبكين عليك بدل الدموع دما، فهل هذه العبارة صحيحة؟ يقول فأجابني بالإجاب، قال نعم. يقول قلت له سيدي لأي مصيبة تبكي دما؟ ألمصرع علي الأكبر؟ قال لا. يقول قلت له ألمصرع عمك العباس؟ قال لا. يقول قلت له إذن تبكي دما لمصرع جدك الحسين؟ يقول وإذا بالإمام يخاطبني والدموع تتحادر على صحن خده، يقول لو كان الحسين حاضرا لبكى. يقول قلت له سيدي إذن لأي مصيبة تبكي دما؟ قال أبكي على سبي عمتي زينب. آه يا زينب ما
من قال زينب تنسبي ما خطر على البال وتتفرج عليها هند ياه الذي قال الله 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 كأني بيت نادي أنا ويني وين الدواوي الدواوي ماني مخدرة عباس وحسين أنا مو عادتي أقعد بديوان بديوان ولا تشلمت يا حسين عدوان اي والله ولا تشلمت يا حسين عدوان. هذا هو حال أئمتنا سلام الله عليه. الإمام الصادق ماذا كان يصنع؟ يستقدم الشعراء، يلتفت إلى أبي هارون المكفوف يقول أنشدني في جدي الحسين شعراء، فينبري أبو هارون يقول وامرر على جدث الحسين وقل لأضلعه الزكية. وإذا بالإمام يقول لا يا أبا هارون أقرئني كما تقرؤون بالعراق باللحن بالرقة. يقول قام الإمام ضرب بيني وبين نسائه سترا، يعني يريد يقيم مجلس مأتم الحسين، يريد الإمام الصادق يقيم عزاء الحسين. ضرب بيني وبين نسائه سترا ثم قال لي يا أبا هارون أنشدني في الحسين. يقول فأنشدته وامرر على جدث الحسين وقل لأضلع الزكية يا أعظمين ما زلت من وطفا ساكبة روي وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. يقول نظرت إلى سيدي ومولاي جعفر بن محمد فرأيت دموعه تتحادر على صحن خده، ثم ارتفع صوت البكاء من خلف الستر فأمرني بالإمساك فأمسكت. هكذا هو حال إمامنا الصادق. أما الإمام الرضا عليه السلام فيقول لابن شبيب يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي للحسين بن علي فإنه ذبح كما تذبح الشاة وذبح معه من أهل بيته 17 رجلا ما على وجه الأرض لهم من شبيه. يا ابن شبيب إن بكيت على مصاب الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك ذنوبك البتة. الله هي رحمة الحسين، وهنيئا للباكي على الحسين. للآن ما وصلت إلى المصيبة، كل مقدمة للمصيبة. قبل أن أدخل في المصيبة شوف اللي ما يستطيع يبكي خلي يتباكى. الإمام الصادق يقول من بكى فله الجنة ومن تباكى فله الجنة. هنيئا للباكي. رحمة الله على ملا كاظم منظور الكربلائي يقول دمعة التجري بمات ما يحفظوها وبخزنة الرحمة ترى يخزنوها وتصير درة نور ويرشحوها وبقلم قدرة مكتوب سطر الشفاعة عليه وهالدرة يوم المحشر يعرضوها
على الرسل وبثمن ما يثمنوها، يقلهم محمد من إلى ودوها، ودوها الحسين وذاك ينطيع وذراعي. الله الله الله. وحسين يعرض دمعته المسجوبة للباري ويرد الندى المحبوبة، هالدمعة صاحبها محينا ذنوبة، وننطيع وظلو راد كل الملايين الجيه. هنيئا هنيئا للباكي على الحسين. حاول حاول هذه العين تذرف دمعة واحدة على محبة الحسين. يقول الإمام زين العابدين: من سقطت من عينه لمصرع الحسين دمعة بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. والمؤمن يستبشر عند الموت برؤية الحسين، يشوف الحسين. الله الله. لكن أسألكم سؤال: على أي هيئة وكيفية يرى الحسين؟ بأي صورة؟ بأي صورة يرى المؤمن الحسين؟ يراه جثة بلا رأس. ولذلك يسأل، يقول: من تكون يا صاحب الأنوار المضية؟ قال: لا ما تعرفني غريب الغاضري، أنا الذي ضحيت من أجلك، أنا الذي سفك دمي من أجلك، تريد علامات تعرفني من خلالها؟ ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاجي، ومن تلي بالماتم تنادي ويلي عليه، نادي نادي ويلي ويلاه، أويلي ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاجي، ومن تلي بالماتم تنادي ويلي على، تبكي على مصابي يا شيع شلون اخلي، ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزي. انت بعزه وجلالك، هذه الابيات راح تفطر قلوبكم. انت بعزه وجلالك، انت بعزه وجلاله لك على التابوت شالك، مغسل مكفن واحفر قبرك وارى، لو من بعد موتك على التربان خلوك مثلي ثلاثة ايام على الغبر رميه. أين المنادي وحسينا؟ ألا لمحة تلوع في الخلايق مثل لوعي؟ أنا الشهيد اللي ذبحه بصدر رضي، وكل ما جذب والنجر بخدي دموعي، يكسر الخاطر يجذب الون خفي. بعد تريد علامات أكثر أيها الموالي؟ أعطيك هذه العلامة: أنا الشهيد بكربل المذبوح عطشا، أنا اللي صارت جثتي للخيمة، رضوا عظامي وعلقوا راسي، وبنارهم حرقة وخدور الهاشمي. سعد الله قلبك يا زينب. هاي أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء. تتحمل هذه الأبيات أو لا؟ خل أخذ الإذن والرخصة أولا من سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان.
المعذرة منك سيدي ومولاي على قراءة هذين البيتين، إذا عندك حاجة حضرها وتقضى إن شاء الله ببركة الحسين، ببركة العقيلة زينب. زينب جلست عند جسد أبي عبد الله، يقول قعدت يم أبو اليمة تقلب جروح لبصدرة، قعدت يم أبو اليمة تقلب جروح لبصدرة، ولن تشوف المثلث خارج من خرز ظهرة. قعدت يم أبو اليمة تقلب جروح لبصدرة، ولن تشوف المثلث خارج من خرز ظهرة. صاحت صوت يا يمة تعالي بعجل. ليش ليش الله الله أبدع هذا الشاعر؟ ليش تطلب زينب الزهراء؟ لأن المصيبة عظيمة. اسمع اسمع ختام الأبيات، يقول قعدت يم أبو اليمة تقلب جروح لبصدرة، ولن تشوف المثلث خارج من خرز ظهرة. صاحت صوت يا يمة تعالي بعجل يا زهرة، شوفي للشهيد حسين سيف الشمر حاز. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله. نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بهذه الدموع المالحة التي سكبت على محبة الحسين. عندنا مجموعة من المرضى، عندنا أصحاب حوائج، عندنا الأسارة والمعتقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 يا كاشف السوء. خلنا نتوسل بأبي عبد الله الحسين. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم إنا نقسم عليك
بدم أبي عبد الله الحسين، بعطش أبي عبد الله الحسين، بغربة أبي عبد الله الحسين، وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. أول مطلب يجب أن يطلبه المؤمن هذا المطلب: اللهم عجل لوليك الفراج وسهل له المخراج، واجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك. اللهم اشف مرضانا، لا سيما من خصصناهم بالدعاء، وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرّجته، ولا سقيماً إلا شفيته، ولا أسيراً إلا فككته، لا سيما أسرانا ومعتقلين. اللهم فرّج عنهم فرجاً عاجلاً غير آجل، بجاه نبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء: تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.